يتحرك الناس في إسطنبول التركية في كل الاتجاهات، وتتحرك معهم عقارب الساعة إذاناً بدنو الساعة الصفر لموعد الانتخابات الرئاسية التي يترقب من خلالها الأتراك تحسناً في واقع البلاد الاقتصادي. آمال كبيرة يعلقها الأتراك على الانتخابات الرئاسية من أجل رفع قيمة الليرة التركية التي تراجعت كثيراً أمام العملات الأجنبية، إلى حد عادل الدولار الواحد 21 ليرة في مكاتب الصرف هنا في إسطنبول. بحسابات السياسة يسعى المترشحون وأنصارهم إلى استغلال الورقة الاقتصادية لاستقطاب أصوات الناخبين في الاقتراع. الوضعية الاقتصادية حرجة حتى قبل الزلزال، الآن هي أكثر من كارثية. التضخم تضاعف كثيرا، الدولة تصرح بأن معدله يتراوح بين 60 و70%، لكن الواقع يقول إنه تضاعف بنحو مرتين. في المقابل يدافع أنصار مرشح الحزب الحاكم على الحصيلة المحققة، رافضين محاولات خصومهم اللعب على وتر الغلاء والتضخم لإضعاف حظوظ مرشحهم في حصد عهدة رئاسية جديدة. في قطاع داخل تركيا بإعاز يمكن من الغرب يلعبون على وتر الغلاء المعيشي، ويعني يحبون يوجهون أنظار الناس إلى المشكلة الاقتصادية الغذائية وعدم يعني التركيز على التطور والصناعة، خصوصا في الصناعة العسكرية من إنتاج الطائرات الحربية وطائرات المسيرة. قبل ساعات قليلة من افتتاح السباق الرئاسي، ستكون أصوات الأتراك حاسمة في اختيار رئيسهم لخمس سنوات قادمة، على وقع مخلفات اقتصاد تركي يعيش واحدة من بين أصعب مراحله التاريخية.